مش هيدي مرتين. ازيك يا عم طلب؟ اهلا اهلا. عم اشرف استنى عشان توصل البنات. حاضر. اهلا 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 ست مريم اتفضلوا اتفضلوا يلا تعالوا يا حبايب اتفضلوا يا اهلا وسهلا. هي دي الفيلا؟ اه هي دي الفيلا. حلوه؟ بس انا حاسس اني جيت هنا قبل كده. لا يا مسيو وهتيجي هنا ليه؟ خالتي ما عندهاش ولاد اصلا. يلا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا. ازاي بس؟ كل الفيلا في المنطقة شبه بعض. يا اما شمس دي ممكن تكون بعد الفيلا. بس مش للدرجة دي يعني. كل حاجة بالملي. تعالى يا عم محمد. مش هو ده الجو الفريش اللي بتجيبه لي كل يوم عند حمام السباحة لحد عندي؟ اه. ويرحم يا اخي. مش هشرب من الفريش دوت، عارفة العلب دوت مش حلو. خلي بالك؟ اه. ايوه الفريش اللي بيجيبه برتقال ومانجا وفراولة كله. ما انت ماشي طول النهار في المدرسه بعصير البرتقال البلاستيك. اه بس في الفيلا يعني انا عندي فيلا وكده بيجيبوا لي اللي هو العصير الفريش دوت. على حمام السباحه. لحد عندي اه. مش لعبت بالك. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا. معقوله؟ انت مسيو هشام اللي بيدي مريم الفرنساوي؟ انت مش قلت انك في اسوان؟ هو انتوا تعرفوا بعض من قبل كده؟ ايوه دي بنت عمتي. هي ازاي خالتك؟ هي ملهاش اخوات اصلا. شفت لك يا اختي هي طلعت مش خالتها. ايوه يعني دول الدرس ولا عشان طب عن اذنكم اسيبكم انتوا تكملوا الدرس. يا ريت تشرب معايا حاجه في الجنينه بعد ما تخلص. اوكي. اوكي انجوي عن اذنكم. المهم يعني الديفوار. بصي يا بصي يا مسيو. هاتي 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 هاتي. انت محتاجه حد يهوى عليكي دلوقتي. هوى عليها يا بنتي. من حمام السباحه. انت فرحتي يعني؟ اه. بص عامله لك 2 اي ال تو اي اهو دو اه ماشي. ما انا في الفرنساوي اسمها كده. ما انا دو اه اه. وايه الخط الحلو ده؟ خطي دي روشته.